دكتور حامد الصراف ضيفي هنا في الاستوديو، وصف الأوضاع في شمال غزة بالكارثة، ووصفها بأنها منطقة منكوبة ومنطقة مجاعة. دكتور، ما يقع في شمال غزة اليوم، هل من الممكن أن يتكرر ربما في محافظات أخرى، خاصة وأن الاحتلال اعتمد في حرب إبادته على غزة على التدرج ربما الجغرافي؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولجمهور المتابعين الأعزاء. الرحمة والخلود لشهداء غزة والضفة الغربية وكل فلسطين والمقاومة العربية والإسلامية، شهدائها والمقاومين فيها، يعني طوبى لهم أن يقفون ضد هذا الكيان المجرم ومن يدعمه من أمريكا والغرب العنصري وحلف الناتو الدموي. لذلك الحقيقة توقعناها منذ البداية، منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى في فجر أكتوبر العام الماضي، بأن العقاب الجماعي وسياسة الأرض المحروقة والقتل والتهجير القسري والتطهير العرقي، الحقيقة هذه سياسة منهجية انتهجها النظام الصهيوني ومن وراءه من أمريكا، بلينكن و سيموتريج وبايدن وكل وماكرون وغيرهم من كل العنصريين، الحقيقة اجتمعوا في غرفة عمليات بعد الساعات الأولى لطوفان الأقصى للتخطيط لإخلاء غزة أو إبادة شعبها وتهجيرهم أو قتلهم بالجوع والعطش وحرمانهم من الأدوية طبعا، والمقاتلين بإبادة واضحة جدا لا مجال للشك فيها. لذلك محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية أبت إلا أن تدرج هذه المظاهر منذ طوفان الأقصى ولغاية الآن بأنه بالفعل هناك تطهير عرقي، هناك عملية إبادة جماعية ليست مقتصرة لا على شمال غزة ولا وسطها ولا جنوبها، وإنما هذه سياسة انتهجت منذ قيام هذا الكيان العنصري الغاشم على أرض فلسطين التاريخية بمجازر من دير ياسين وصبرة وشاتيلة وقانا وبحر البقر وغزة الثانية والأولى.